ضمن مساعي سموه الدائمة للإطلاع على كافة ما يتعلق بالشأن الثقافي العالمي، حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حضر سموه افتتاح المعهد الثقافي العربي في مدينة ميلانو الإيطالية. وكان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله الشيخ أبو دور بن سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، والشيخ ماجد المعلى نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في طيران الإمارات، وعبد الله علي السبوسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وناصر القحطاني سفير دولة الكويت في الجمهورية الإيطالية، وسعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عبد العزيز مسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية. واستقبل سموه لدى وصوله إلى جامعة القلب المقدس الكاثوليكية التي يقع مبنى المعهد الثقافي العربي ضمن رحابها بعزف فرقة فن العيالة الإماراتية، والتي قدمته فرقة الشارقة الوطنية. عقب ذلك انطلقت مراسم الافتتاح بالتوجه إلى القاعة الرئيسة، حيث ألقت الدكتورة إيلينا بيكالي رئيسة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية كلمة رحبت من خلالها بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له في رحاب الجامعة لافتتاح المعهد الثقافي العربي، مؤكدة أن المعهد لا يعد مركزا ثقافيا وتعليميا جديدا فحسب، بل مبادرة هامة وخطوة ستعزز بشكل أكبر التعاون المثمر الذي أقامته جامعة القلب المقدس منذ فترة طويلة مع العالم العربي. ثم ألقت الشيخ أبو دور بن سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب كلمة جاء فيها: يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذه اللحظة التاريخية لافتتاح معهد الثقافة العربي في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في ميلانو. إن هذه المناسبة الهامة هي تجسيد عملي لإرادتنا الصادقة ورؤيتنا الدائمة في تعزيز الحوار الثقافي والتعاون الأدبي بين الشارقة والعالم بأسره. ووجودنا هنا اليوم يعني بداية فصل جديد في مسيرة الشارقة الثقافية والأدبية، مسيرة تمضي بها لنتخطى الحدود ونعبر القارات براية الأدب الذي طالما جمع القلوب ووحد العقول منذ الأزل. صاحب السمو، إن التزامكم الثابت بتعزيز الثقافة والتعليم كان وما زال حجر الزاوية في إنجازات الشارقة المميزة في العلم والأدب، والتي جعلت الشارقة محط أنظار العالم لتفوز بالاعتراف العالمي كمنارة للمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي، حيث حصلت الشارقة لقب العاصمة الثقافية للعالم العربي عام 1998، وبعد ذلك الإنجاز وضعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عام 2014 على صدر إمارة الشارقة وسام عاصمة الثقافة الإسلامية تقديراً لها على إسهاماتها المميزة في المجال الثقافي محلياً وعربياً وإسلامياً. وفي عام 2019 حصدت وساماً آخراً من اليونسكو عندما تم اختيارها عاصمة العالمية للكتاب. إن افتتاح هذا المعهد هو امتداد لهذه المسيرة، وهو جزء مهم من استراتيجية هيئة الشارقة للكتاب التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ الرؤية الثقافية لصاحب السمو وإمارة الشارقة عبر بناء الشراكات حول العالم وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية العالمية مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومؤتمر الناشرين وغيرهما، مما يساهم في بناء جسور ثقافية متينة بين الشرق والغرب. الضيوف الكرام، إن معهد الثقافة العربي هو جسر يربط الشرق بالغرب، وهو منصة للدبلوماسية الثقافية
ومركز لتعزيز التواصل الأدبي وملتقى لحوار الحضارات. إن هدفنا هو خلق بيئة تزدهر فيها الأفكار، حيث يجتمع الكتاب والناشرون من خلفيات ثقافية متنوعة لتبادل قصصهم، وحيث يتم الاحتفاء بالتراث الأدبي الغني للعالم العربي واستكشافه من قبل جمهور جديد. اليوم نحن بحاجة إلى رسائل السلام والتعاون والتفاهم أكثر من أي وقت مضى، كي نضمن أننا سنترك هذا العالم في حالة أفضل للأجيال القادمة. نعم، سيكون هذا المعهد منارة لهذه القيم، فبين جدرانه سيتعزز التبادل الثقافي ويزدهر الاحترام المتبادل. نحن فخورون بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس، المؤسسة التي تشاركنا قيمنا في التعليم والتبادل الثقافي والنمو الفكري. إن هذا التعاون يمثل روح الشراكة التي يسعى معهد الثقافة العربي لتعزيزها، شراكة تتجاوز الحدود وتوحدنا من خلال حبنا المشترك للأدب والثقافة. وفي هذا السياق أود شكر الجامعة والقائمين عليها على شراكتهم وتعاونهم في افتتاح هذا المعهد الذي سيصبح حلقة وصل حيوية في سلسلة التواصل الثقافي العالمي بين إمارة الشارقة وإيطاليا. وأريد أن أؤكد لكم بأن دوركم في تعزيز هذه الجسور الثقافية دور أساسي نعول عليه الكثير ونثمنه بشكل كبير جدا. السيدات والسادة، رسالتنا واضحة: تعزيز التعاون الأدبي بين الشرق والغرب، تسهيل وتقوية التبادل في عالم النشر والكتاب بين الشارقة والعالم، تشجيع ودعم السفراء الثقافيين، وكذلك بناء مجتمع واسع من الشراكات العالمية. من خلال هذا المعهد نحن نهدف أيضاً إلى جذب أصوات جديدة واستقطاب أقلام رائدة إلى الساحة الثقافية الحيوية في الإمارات العربية المتحدة، وخلق فرص للتبادل الثقافي التي ستنعم بثمارها علينا جميعاً. هذه مجرد البداية، ولكن معكم بدايتنا واعدة، فمعاً سنواصل بناء جسور التوافق والتفاهم والصداقة، وسنبقى مثابرين على تعزيز تبادل المعرفة والأفكار، وسنبقى سباقون في المساهمة في مشهد ثقافي عالمي أكثر ثراء وتنوعاً. أشكركم جميعاً على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقب ذلك تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة قال فيها سموه: إنها لفترة رائعة أن يجد الإنسان ثمرة جهده. هذه الجامعة التي كانت علاقة الشارقة بها منذ 7 سنوات، ومن خلال هذه الفترة كان كثيرا من الطلبة والطالبات يغدون إلى الشارقة، يحضرون مؤتمراتنا، وكانت وفود من عندنا تأتي إلى هنا، حتى وصلت تلك العلاقة إلى درجة أنها أثمرت بمعهد الدراسات العربية. كثير من المسائي وأصحاب الهمم يتوقون أن يخدموا لغتهم ودينهم وجنسهم، ولكن تطغى عليهم الأنانية
وتطغى عليهم الطائفية، وتطغى عليهم الكبرياء، حيث الخضوع لله ما بعده إلا للعلم. وأنا كباحث ودارس لهذه اللغة، تسمى هي اللغة العربية، ولكن هذه اللغة بها عجائب الدنيا من كلمات مرادفات تشترك في معنى واحد ظاهريا أو باطنيا، أمور غريبة. وأنا بين المعاجم والقوانيس العربية أبحث عن أصول هذه اللغة، من أنشأها، كيف أتت. ادعوا أن هناك لغة تسمى اللغة السامية، من أين استنبطوا هذه؟ قالوا إن سامة ابن إبراهيم، سامة ابن نوح جد إبراهيم، له ابن يسمى آرام، وإرم سموها آرام مع أنها إرم، وإرم كلمة على وزن هرم على وزن ورم، وهي الأرض المرتفعة، وهذا المكان الذي نزل به قوم عاد بعد أن كانوا في أطراف عمان. وإذا الكلمة تبرز من قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، هم هذول اللي أتوا من شرق الجزيرة العربية، إرم ذات العماد، أي إرم التي بها أعمدة، وليس آرام ابن نوح. ووضعوا هذه اللغة التي نتحدث بها موضع اللغات الثانية، وقالوا كلها تشترك في هذه، إن كانت حبشية أو عبرية أو أنا لم أقتنع بذلك، وأخذت أبحث. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي الأرض كانت خالية، وقال كذلك: وعلم آدم الأسماء كلها. إذن آدم عالم بكل شيء، لأنه موجه من الله سبحانه وتعالى. قيل أن آدم نزل هو وحواء في شرق أفريقيا، ومن هناك انتشر. قيل من انتشر أقرب مكان اللي هو الجزيرة العربية، وهذه عبروها في دقائق تقريبا في ذلك الوقت. وأخذت أبحث في كل الدراسات وبكل دقة، حتى وجدت أن هذه الآثار الأولية لأبناء آدم تكتشف في الشارقة من بروفيسور هاينز، جامعة تيوبينغن. وقامت الهجرات لا ترمز إلى هذه الجزيرة أن العبور كان هنا. بعد هذا الاكتشاف تم تصحيح الخرائط القديمة، ووضع خطا أحمر يخرج من شرق أفريقيا إلى الجزيرة إلى أن يصل الشارقة.
فذلك فخر للشارقة أن يكون بها الأوائل من أبناء آدم. جرني البحث إلى شمال أفريقيا، أين ذهبت تلك الفلول التي خرجت من شرق أفريقيا؟ وإذا بي أتتبع مجموعة خرجت وآثارها في شمال فلسطين، إلى أين ذهبت؟ أمام فلسطين صقلية فإيطاليا. إذن نحن نرث لغة اسمها لاتينية، اللغة اللاتينية، واللغات في أوروبا كلها مصدرها من تلك اللغة. قلت أبحث في اللاتينية، فجلبت قاموس اللغة اللاتينية بالعربي في 5 مجلدات، وبالقطع الكبير وبالكتابة الدقيقة، وكنت أسهر مع تلك اللغة، وإذا أنا بي أجد اللغة العربية هي نفسها اللغة التي خرجت إلى الجزيرة العربية. أنا أقول لا يتصور إنسان كم في ليلة واحدة أفرح عندما أكتشف هذا الكلام. كلمات عربية أصيلة، ربما شعوبنا العربية لا تستعملها لقدمها، ولكن في القوانيس تجدها، ونحن نقوم بإصدار المعجم التاريخي للغة العربية في 125 مجلد. المجلد الواحد يحتوي على 750 صفحة. هذا الإنجاز ما به يفسر الموجود في قاموس اللغة اللاتينية المترجم إلى العربي. وكل الكلام الذي تحدث به أناس هنا باللغة اللاتينية هي اللغة التي نتكلم نحن بها. أي شرف أكثر من ذلك؟ أنا الآن في بداية الطريق لخمس مجلدات للقاموس اللاتيني، أأمل أن يصدر هذا القاموس يبين فيه القاموس العربي إلى اللاتيني حتى تبرز الكلمة، وهذا مشروع كبير يثبت أن هذه اللغة هي لغة رب العالمين لآدم، وهذه اللغة هي التي وجه بها رب العالمين جدنا آدم ليعمر هذه الأرض. وليت له أن عمر الأرض، نحن نأمل أن نعمر الأرض لا لنخربها، نمد يدنا للتعاون في المجالات الإنسانية وليست في المجالات التخريبية، ونحمي هذه الثقافة أكانت عربية أم إيطالية أم لاتينية
أي ثقافة نحافظ عليها من العبث، والعبث الذي يحدث آلمنا كثيرا، ما شاهدناه في المهرجان الذي أقيم في باريس من تشويه لسيدنا المسيح عليه السلام ولصورة، نحن وغيرنا لا يقبلها. ومن هنا نحتج ونعلي صوتنا لا للعبث، لا للعبث. فلنحمي عقائدنا، ولنحمي لغتنا، ولنحمي ثقافتنا. فهذه الخطوات مطلوبة لكل إنسان يريد أن يعيش على هذه الأرض في سلام. أنا ما لم تكن لي كلمة، ولكن سيأتي يوم أعلن هنا اكتمال القاموس العربي العربي مكتوب باللغة اللاتينية. هذا ما أسهر عليه ليالي وأيام. انتظروني سآتي إليكم. السلام عليكم. حفل الافتتاح تخلله أيضا محاضرة شارك فيها الدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بشارقة، والدكتور إغناطيوس غوتيريش أستاذ اللغة والأدب العربيين ورئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد، ودارها الدكتور وائل فاروق أستاذ اللغة العربية وآدابها ودراساتها الثقافية في جامعة القلب المقدس. اللغة حاملة للفكر، وسيلة للتواصل، جسر للتبليغ، صانعة للهوية. اللغة أوسع من ذلك. ثانياً، اللغة تعبر بها عن شخصك. أنت مختف، وعندما تتحدث تظهر شخصيتك. ولذلك الفيلسوف سقراط قال كلمة جميلة، قال لتلميذه: تكلم حتى أراك، فإذا تكلمت رأيتك وفهمت شخصيتك. هذا المعنى عبر عنه زهير بن أبي سلمة حين قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. المرء مخبوء تحت لسانه. هذا المكان بالتحديد يذكرني بجامعة سلامانكا أو جامعة غرناطة أو جامعة القلعة، هذه المدينة القريبة من مدريد، مسقط رأس الكاتب الكبير سيرفانتس. وكان هناك علماء ومنهم رجال الدين الذين يدرسون اللغة العربية، لأن اللغة العربية مثل ما تقدم بشكل ما صاحب السمو كانت لها علاقة قوية باللغة اللاتينية، بالتالي أحسن بهذا الاختيار، لأن اللغة اللاتينية واللغة العربية في وقت من الأوقات كانتا متلاصقتين إلى حد كبير، وكنا ندرس في أيام زمان اللغة العربية باللغة اللاتينية ونستفيد منها للترجمة. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد شاهد رفقة السادة الحضور عرضا موسيقيا قدمه فريق كورال اللغة العربية الموسيقي، والذي يتكون من الطلبة الذين تعلموا اللغة العربية في جامعة القلب المقدس. عقب ذلك توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة رفقة السادة الحضور إلى مبنى المعهد الثقافي العربي، حيث أزاح سموه الستار عن لوحته التذكارية إذانا بافتتاحه رسميا، ليطلع بعدها على معرض أثار الشارقة الدائم والذي يحمل عنوان التراث الحضاري لإمارة الشارقة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للأثار في مبنى المعهد.
وتعرض هيئة الشارقة للآثار في المعرض 83 قطعة أثرية من الكنوز الأثرية المهمة تمثل جميع الفترات الحضارية المكتشفة في الإمارة بدءا من العصر الحجري مرورا بالعصر البرونزي والعصر الحديدي وفترة مملكة مليحة والفترة الإسلامية حتى القرن العشرين، كما يتيح المعرض فرصة للتعرف على المكتشفات الأثرية وتنوعها وأهميتها في التواصل الحضاري مع العالم القديم. وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مرافق المعهد حيث شهد أولى فعالياته التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، حيث استهل المعهد أنشطته بسلسلة ورش إبداعية وفنية تتناول جانبا من التراث الثقافي والفني العربي. ويعتبر المعهد الثقافي العربي الأول من نوعه للثقافة العربية في إيطاليا، واضعا تاريخ مبادرة دولية إماراتية تنطلق من إمارة الشارقة في عدد من بلدان العالم، تتضمن إنشاء سلسلة معاهد للثقافة العربية في عواصم المعرفة والإبداع بهدف مد جسور التواصل والحوار وتعزيز العلاقات الثقافية. كما يسعى المعهد إلى تسهيل الشراكات بين الناشرين العرب والإيطاليين لترجمة الأعمال العربية إلى اللغة الإيطالية وغيرها من اللغات الأوروبية، إلى جانب إطلاق مجلة أدبية مشتركة باللغتين العربية والإيطالية تضم أعمالا لكتاب وأدباء عرب وأوروبيين. ويستهدف المعهد الأجيال الجديدة من الشباب الإيطاليين والباحثين والدارسين للثقافة العربية وأدباء المهجر، إذ يعتبر أول معهد تخصصي في إدارة البرامج والسياسات الثقافية العربية في إيطاليا. كما سيتولى المعهد تنظيم برامج تعليم اللغة العربية ويطلق منحا لبرامج التبادل الثقافي، إلى جانب إعداد أنشطة متخصصة للطلاب والشباب والكتاب الواعدين. كما سيعمل على توسيع مهرجان اللغة العربية والذي ترعاه هيئة الشارقة للكتاب في ميلانو.